انا نفسي اروح بيتكم وافتح تلاجتك واشوف فيها ايه. كان اويس القرني يقول: اللهم اني اعتذر اليك عن كل كبد جائعة، فانك تعلم اني لم يبت عندي الا ما في بطني. تقدر النهاردة تعتذر؟ تقدر تعتذر عن كل كبد جائعة تقول يا رب اعذرني انا ما املكش غير اللي في بطني؟ تقدر؟